أما الآن فمع أخبار المال والأعمال ودينا شرف. أهلا بك دينا. شكرا لك سحر، شكرا لك رغدة. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أكد وزير الزراعة سيد القصير على أن مصر لديها إنتاج وفير من أصناف القطن طويلة التيلة، ويلقي طلبا متزايدا عالميا. وخلال اجتماعه مع وزير التنمية والابتكار رئيس مجلس القطن الأوزبكستاني إبراهيم عبد الرحمنوف، شدد الجانبان على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في عام 2018 في مجالات تطوير الثروة الحيوانية والميكنة الزراعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل مجموعة العمل الفنية الزراعية المشتركة، وإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيع مذكرة التفاهم في مجال الحجر الزراعي في أقرب فرصة ممكنة. تابع وزير التنمية المحلية هشام أمنة مع محافظ السويس عبد المجيد صقر الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة، وعلى رأسها مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية في كافة القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين. وخلال اللقاء وجه وزير التنمية بضرورة الانتهاء من المشروعات المستهدفة في التوقيتات الزمنية المحددة، وذلك تلبية احتياجات مواطني المحافظة ودخول تلك المشروعات الخدمة. وأشار عبد المجيد صقر إلى تقديم محافظة السويس لكل التيسيرات اللازمة وتذليل أي معوقات للانتهاء منها بصورة سريعة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيه و60 قرشا للشراء و19 جنيه و71 قرشا للبيع، وسجل اليورو 19 جنيه و41 قرشا للشراء و19 جنيه و51 قرشا للبيع، الجنيه الاسترليني سجل 22 جنيه و19 قرشا للشراء و22 جنيه و32 قرشا للبيع. الدرهم الإماراتي سجل 5 جنيهات و34 قرشا للشراء و5 جنيهات و37 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و21 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 1713 دولارا و91 سنتا للأوقية. ومحليا سجل عيار 18 نحو 926 جنيها، عيار 21 سجل 1080 جنيها، عيار 24 سجل الجرام 1235 جنيها، وأخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8640 جنيها. تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج وسط استمرار المخاوف إزاء تباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط حد من الخسائر. وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.1%، كما تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.1%، وفي أبوظبي تخلى المؤشر عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا بنسبة 0.1%. ختام أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى رغدة وصحر، إليكما. شكرا لك دينا.